خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس وزراء ماليزيا. الشورى: العمل مطالبة بتحفيز التحاق السعوديين بالقطاع الخاص. الصحة: الابتعاد عن أكل الدواجن بسبب إنفلونزا الطيور شائعات. العمل تطلق تحديثات جديدة على نظام حماية الأجور. إغلاق مستودعات مخالفة في صناعية دلة بالدمام. زيادة عدد فرق الدوري السعودي إلى 16 فريقا. الخام الأمريكي يصعد عند أعلى سعر منذ 2015. أمانة الشرقية ردا على فيديو شاب: المقطع قديم جدا والمواطن يعتبر من المخالفين.